بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في دراسة صحة الطفل في عام 1988، وكان نصيبي في التوزيع في ولاية الرستاق، وتشمل أيضا بعض ولايات الباطنة ومن ضمنها ولاية السويق. وقع العينة على بيت من بيوت أحد مشايخنا، هو بيت الشيخ سليمان بن سعيد بن علي المسعودي رحمة الله تعالى عليه. تعرفت على هذا الرجل الفاضل، الرجل الذي شممت فيه كل ريح طيب، ونظرت إلى وجهه المبتسم، ورأيته من الذين يمثلون الشخصية العمانية، شخصية الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. وكانت بيننا صحبة، وتعارفنا وتبادلنا الزيارات، وظلت المعرفة حتى وتوفاه الله سبحانه وتعالى، ثم كانت المعرفة بأبنائه. واليوم والحمد لله نستعيد هذه الذكرى الطيبة التي تعارفنا فيها ونحن في زيارة أحد أولاده، وهو الأخ سعيد، وفي بيته وقريب من بيت المرحوم الوالد. هذا الرجل ما شاء الله كما ذكرت يتسم بصفات من الأخلاق ومن العلم والحكمة. وإما أثرته عنه عندما زارنا في ولاية السمايل، إن له برنامجه الخاص ليلا ونهارا، وكان عليه رضوان الله تعالى سيما الصالحين. كان له وقت لقراءة القرآن، ووقت للأذكار، ووقت للراحة، وكان منضبط في جدوله، لا يفرط في أدنى شيء في جدوله ولا يتساهل عنه. يخبرني عليه رضوان الله تعالى إنه عند السفر إلى الحج أو العمرة أو أي مكان بعيد يسافر فيه، نفس الجدول الذي يطبقه في البيت يطبقه في السفر. وقت قراءة القرآن، وقت قراءة القرآن لا يمكن الحياد عنه، وقت القيلولة في وقتها لا يمكن الحياد عنه. قلت له يا شيخ حتى في السفر؟ قال نعم. يقول نذهب هكذا، وقت الأكل هو وقت الأكل، سواء كان غداء أو عشاء. وقت القيلولة أقول له خلاص وقف السيارة نام ولو على الشارع. وهكذا برنامجه، وقد كان كما يقال يعني سهلا لينا وذو أناة ما شاء الله عليه. والحقيقة لمست ذلك في بعض أولاده، خاصة الذين عايشتهم وجددنا لديهم طبعا هذه السيرة، أي سيرة الوالد. فالشيخ سليمان رجل معروف، وشيخ في عشيرته المساعيد، وهو من غليل المساعيد بولاية السويق، وترك بصمات على أرضه في بيته مع أولاده، مع ذويه، مع أرحامه، مع جيرانه. وهكذا ينبغي، ولينظر أحدنا من هذه السيرة العجلة والتسرع. كنت أقول لشاب اشتغل مع مقاول الحج والعمرة يقود الباص، فكم تسرع؟ قال سرع 160. قلت له اتق الله سبحانه وتعالى، 160 عندك 50 راكب، أسألك بالله. قال نعم. قلت له لو بنشر يعني انفجر الإطار، هل تستطيع أن تسيطر على هذا الباص؟ قال لا. قلت له طيب لماذا السرعة؟ قال يبقى محمد يقول يعني مسافة بعيدة. قلت له سبحان الله، مسافة بعيدة. تعرف يا ولدي كان الحج في ذلك الزمان بين شهرين وثلاثة، هكذا يخبرنا الشياب. والقصة التي رويناها عن الشيخ سليمان رحمه الله تعالى بالسيارة الصغيرة وبهدوء، وكل شيء في الطريق يتم وكأنه في البيت، لماذا العجلة؟ أنت قلت له يعني مكلف نفسك بخمسين راكب، لو طلعت دابة، لو انفجر إطار، ذهب هؤلاء، لكن لو كنت تقود 100، كم الفرق بين
أن تقود 100 أو 160، يعني يمكن ساعتين أو ثلاث. ماذا تفعل ساعتين أو ثلاث؟ أنت عندما تتحرك من بيتك حتى تعود نفس الأجر، أنت في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس اليوم في عجلة من أمرهم. ندعو الإخوة الذين يذهبون إلى أماكن بعيدة سواء كان لحج أو لعمرة عدم السرعة، نرجوهم أن لا يسرعوا، لأن أرواح متجذبها يحملونها ضامنين لها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ممن يسرع في هذه الطرق العافية والسلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يري عزيزا في مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.